كفاية ان احنا معانا دكتور حمدي النبوي المشرف العام على اقسام جراحات المخ والاعصاب بالتأمين الصحي الشامل. دكتور حمدي مساء الخير. دكتور حمدي ايوه يا فندم، مساء مساء الخير يا الخير دكتور يا حمدي، فندم، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم عليكم جميعا. عايزين برضو يعني نطمن من حضرتك، احنا دلوقتي بنتكلم عن اعلان تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لعلاج الضمور واستقبال حالات الضمور. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع، لانه يمكن بص اعتقد ان ده حضرتك يعني من المواضيع الصعبة جدا يعني اللي احنا بنواجهها الفترة دي. بص يا فندم، ده انجاز طبعا يحسب للدوله المصريه بقيادتها الحكيمه الرئيس السيسي ووزيره الصحه الحاليه الدكتوره هاله زايد، اللي هي بصراحه يعني بنقول عليها حاجه يعني قويه جدا، نشيطه جدا، دماغها بيمشي في مشاريع مختلفه. انتوا عارفين طبعا ان مرض ضمور العضلات بدا اهتمام من سياده الرئيس بعد ما شاف استغاثات من بعض الامهات والعلاج الغالي جدا 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 للاولاد دول، والولاد دول بيحتاجوا زائد الادويه الغاليه دعم مجتمعي. دعم مجتمعي ان احنا نديهم الادويه وان احنا نحطهم في وظائف وانهم يتعلموا كويس. السيده الوزيره طبعا خدت التكليف وبدات فعلا انشاء العيادات، وهي ناجحه جدا في المواضيع دي، بتبقى عندها نظام عمل كامل للكشف المبكر في العيادات دي عشان نبدا نسجل الناس. طيب هيتم التعامل ازاي؟ يعني انا دلوقتي لا قدر الله عندي طفل عنده ضمور عضلي، بيحصل ايه؟ ايه الخطوات اللي بتتم؟ العياده من ال 24 عياده دول على حسب التوزيع الجغرافي هتروح تكشفها، يبدا يتكشف عليه ويتشخص. زي ما عملنا قبل كده سياده الوزيره عملت التنفيذ برضه المبادرات الرئاسيه زي الانيميا وزي اورام الثدي وزي هيباتيتس سي، نفس السيستم، يعني مش هيبقى الامور صعبه على المواطن. طيب يمكن الناس برضو اللي يعني اللي بتسمع كتير الفترة دي عن الضمور العضلي ممكن يكونوا مش فاهمين خطورة هذا المرض، ما هي خطورته؟ لأنه الرئيس أو القيادة السياسية تهتم بهذا الموضوع ويتم تخصيص يعني عيادات للكشف عن هذا المرض وكمان علاجه، يعني إن الدولة تتكفل بالعلاج. بص حضرتك، سيادة الرئيس جات له استغاثات كتيرة والسيدة الوزيرة شرحت الكلام دي لسيادته، وهو تم جدا لأن التكلفة بتوصل في بعض الحالات لملايين الجنيهات المصرية، ايوه ومفيش حد قادر على الكلام ده. فالرئيس بدأ يبص لأولاده المرضى دول. انتوا عارفين إن الضمور العضلي ده مرض فيه علاقة جينية جامدة جدا وفيها تحاليل وراثية، وهنستخدم اللي هم كل الناس بتوع التكنولوجي والباي تكنولوجي والانترنال ميديسين عشان يقدروا او الطب بتاعنا، بحيث ان احنا نشوف الضمور العضلي مرض خطير في ايه بقى؟ انك انت العضله نفسها ما بتشتغلش بكفاءه عاليه جدا، وتبدا بتتدمر داخليا او تبقى غير فعاله، فتلاقي الطفل مش قادر يقوم من على الارض مثلا، مش قادر يمشي كتير. هو انواع كتيره طبعا الوراثيه، احنا عندنا نوعين ثلاثه مشهورين في مصر موجودين، والرئيس بدا بعلاج اول 48 حاله منهم وربنا يسهل ان شاء الله. انما لو ما اتعالجش الضمور العضلي طبعا زي ما انتم عارفين انه قد يؤدي للوفاه وفاه لا الطفل، قدر او الله طبعا. بيبدا يخش في مرحله اللي هي الطباء 11 12 سنه ممكن يموت، وفي منهم عند 17 18 سنه. ربنا يا رب يعني يشفي الجميع وينعم عليهم بالشفاء ويتم شفاهم يا رب. اشكر حضرتك دكتور حمدي النبوي المشرف العام على اقسام جراحات المخ والاعصاب بالتامين الصحي الشامل. مهم جدا ان احنا نهتم بهذا الموضوع، يمكن احنا بنتابعه من وقت اعلان مبادره الرئيس وبنتابع طول الوقت ايه اللي بيحصل فيه. عندنا دلوقتي 24 عياده، عندنا دوله مهتمه جدا بهذا الموضوع، عندنا خط ساخن، اي حد عنده مشكله الخط ساخن 106 يقدر ان هو يتواصل مع وزاره الصحه من خلاله لعلاج الاطفال او يعني الاشخاص المصابين بالضمور العضلي.